كوكو سلام البنات، تخيلوا الإضاءة فين حاطه. شوف ملي كنخلع، المهم ما عليكم بوجهي وشكلي اللي كيخلعها. البنات بغيت نقول لكم بانه كنت غابره عليكم هاد اليومين من راس العام. حمد الصوت بلاتي عاد ما قداش نجلس كنسغ بزز دابا باش تنصور. الله يا ربي خاصني نوزع. المهم بنات كيما كتشوفوا قلت لكم داك النهار دخل عندي راس العام كحلون زحلون حالته. جات ماما مريضه من عند الناس، شوفوا داك لا غريب راه كدور ماشي كورونا، كاينه واحد الفيروس اخر هو غريب كيشد المغاربه دابا كامل مرضين به. البارح فقت ناويه نصور لكم فيديو لان انا ما كنتش مريضه. البارح فقت راسي كيزدح كيزدح، عيني غيخرجوا من بلاصتهم. هاد الاضاءه ضرتني في عيني ولكن خاصني نديرها باش تبقى يبان لكم لانه ما غيبان والو. يا ربي يكونوا بعدا كتسمعوني راه صوتي حلقي بدا كيمشحاح. البنات اللي بغيت نقول لكم غنشارك معكم واحد الوصفات اللي تقدروا ديروهم الا حسيتوا براسكم مراد فيكم هاد لاغري فيكم بزاف الحاجات. المهم كيما قلت لكم انا مني جات ماما ليله راس العام حنا بخير، هي اللي جات مريضه. الوغ البارح صافي تشدني انا الصباح فايقه بزز، عرفتي فقت مع كلابي ظهري كيقتلني كيقتلني بواحد الحريق وسطل ديال الماء اللي غادي نسيق ليهم بيه وداك الشيء، عرفتي ما قديتش نهزو. الوغ وليت كنقول صافي كورونا، حيت كورونا من الاعراض ديالها الظهر وهذا الشيء اللي غنقول لكم، ولكن ماشي كورونا حاليا باقي ما عرفتش واش نديرو التيست ولا عرفت. راه كنت كنغوتو على ماما كنقولو لها حنا كورونا في عزها ما جبناهاش ما مرضناش بها نجيو نمرضو بها في اخر مطاف. علاش قلت لكم علاش الواحد يشد رجليه سورتو فديك البيريود اللي تكون اعياد تكون مناسبات الواحد يجلس لا بنادم تيكون مريض وتيكون فيه كورونا وتيكون فيه بزاف الاعراض وكيقول لك لا راه ضربني البرد لا راه هذا هو راه ما عارفش راسو عنده كورونا ولا عنده حتى فيروس عادي ديال لاغريب راتي عادي راه لاغريب راتي. اتفقت البنات عرفت راسي كيقتلني كيقتلني الشقيقه شي شقيقه ولي هاد الدواء عرفتي ديك اللي ما قداش عيني صافي وليت كنحس بهم غيخرجوا من بلاصتهم ما قداش تنحلم ما قداش تنجلس. قلت مع ذلك نوضي نزهه كابري لان ما خاصكيش تجلسي وسورتو ماما حتى هي باقا مريضه غتعطيتها غير كلات وداكشي ومشيتي نرجع نعس ما قديتش نقاوم لان عرفتي ديك اللي تبقاي جالسه حل عينيك بحال كديري واحد ليفور اكثر من القياس الوغ كو داك الصداع اللي كيكون في راسك وكيضرب لك في عينيك كتحسي الا حليتيهم غيتفرقعوا. صافي هي هذيك مشيت كيت ما قداش شربت قهوتي لا والو بنانه خديتها باش نشرب الدواء حسيت حاسكم حاجتكم غنرجع. الوغ ما كليتهاش سمعت في القهوه سمعت كلشي جيت غير تكيت باغا غنعس والصداع صداع صداع في راسي ما بغاش يحبس. عيات في ماما خدي الدواء خدي فيتامينات قلت لها ما باغا نشرب والو صافي معتي ما قابلاش تاكل تشرب لا فيتامين لا دواء حتى الليل صافي بديت كنحس براسي شويه. المهم عييت الليل نط بززت على راسي الليمون وبنان ما كليتش البارح بتاتا والو باش خديت الدواء خديت فيتامين خديت الزنك وفيتامين دي وفيتامين سي. الوغ فيتامين دي خديت خمسة والزنك وحده وفيتامين سي خديت وحده وقالت لي اختي ديري واحد ساعه ساعتين عاودي خدي واحده اخرى وخديت باراسيتامول ضروري شي حاجه ديال الراس وشي حاجه باراسيتامول بانادول شي حاجه هكا دوليبران ضروري باش كتعيد لكم داك الصداع الراس هادو في حالات ما كانت عندكم اعراض ديال لاكريب اولا كورونا اولا اللي بغات تكون. دائما تنقول لكم فيتامينات. وبالنسبه للناس اللي غايقول لك فيتامين سي ما خصكش كثر منه راه توكسيك، نو ماشي توكسيك فيتامين سي عندك تاخدي حتى 5 الحبات من 1000 ملي غرام لانه كيتصفى مع بيبي كيمشي مع بيبي اوكي كون فهمتوني يعني ما غاديش يدير لك حتى شي تسمم. بالعكس اختي واحد المره كانت طلعت لها واحد السخانه خايبه هي اللي بقات فيتامين سي والليمون والحامض كنعصروا لها فاش يلاه كانت بقى جات من لافريك يلاه بدات كتبان كورونا في المغرب كتياكل رايك ما كانت كورونا. المهم بنات دائما كنقول لكم فيتامينات. انا غير شربت غير بززت على راسي داك الشيء وشربت هذاك المهم مشي ليا صداع الراس صافي صدقت في الاخر في فراشي ماشي عرفت. البارح ما نضتش من الفراش كنوض غير هكا باش نعاود نوكل كليباتي ونسيق لهم ونجمع لهم ونعاود عاوتاني نلقى يعني هكا ونشوف ماما واش خاصها. لقيت ماما بعد شويه ولات وصافي اختي كتعيط لي في التليفون قالت لي راه انا عندي دوك الاعراض والتبوريشه كانت فيا فاش يلاه فقت في الصباح التبوريشه وظهري الو فاتني التبوريشه وظهري ملي تغطيت وتكلكمت ولكن داك الصداع تاع الراس والعينين البنات راه ما نوصلش ليكم راه ما بغاش يمشي حتى شربت في الليل داك الباراسيتامول والفيتامينات. صافي الصباح هي هذيك فقت في الليل حسيت براسي مزيان مشى لي داك الصداع صافي كنحس براسي نورمال. دابا كنحس بحلقي اللي شويه مداير وداك الجهد ما قداش نوقف عتو ديك اللي ما قداش نوقف ما قداش بابا اللي جاتي قال لك جاب كفته وغادي يديرها لينا اش غدير انا صافي انا دخلت انا وجدت الغداء وداك الشيء. جات اختي تاهي من لاصال كان عندها لونطريمون قالت لينا نشوفوا واقيلا نعيط لها دوك يجيو للدار يديروا لنا بي سي ار ولا يديروا لنا التيست تكون كورونا تاهي راه مريضه دابا
نقول لكم ردوا البال، راه كاين واحد الفيروس من غير كورونا كاين لا غريب منتشر هاد الايامات، فردوا البال. في الغداء درت البصله الحمراء قطعتها شلطتها، ما درت مع حتى شي حاجه، حطيت عليهم في الزلافه بوحدي قلت لهم هادي كلوها مع اي حاجه بغيتو تاكلو، عطيت ديك الحراره ديالها كتدوز لك من هنا هكاك. وغنشارك معكم واحد اللعيبه جاب بابا اللفت قال لي حكيه ودير معاه سنيده، بحال هذيك اللعيبه اللي كتشاركت معكم شحال هذه بسكين جبير، داكشي اللي درت. ملي تكون فيكم لا غريب ولا كورونا بقى كل مرات اضغطيو فمكم ولابو ديالكم راه كتنشف. شوفوا انا بعدا بديت كنشرح من هنايا مع كلينكس وهذا وصافي. اختي الحمد لله في لاميريك راه دوزات كورونا، اليوم غتمشي دير تيست 10 ايام، اليوم غدير تيست باش تشوف واش سالات منها باش ترجع لخدمتها وترجع لحياتها الطبيعيه. واخا حتى مرة منتشر عندهم هاد الفيروس لان حتى ولادها حتى هما مراض، البارح قالت لي حتى جات حتى هو عاوتاني صباح شويه عيان. الوغ راه ايفريوير في العالم كامل هاد الفيروس منتشر من غير كورونا، كاينه واحد لا غريب ولا فيروس جديد داخل، واش هو هذاك ميكرو ولا ميكرو ما عرفتش. المهم هاد الفيروس المتحور، المهم من غير الفيروس الجديد ديال كورونا اللي جديد، كاين فيروس غير غريب عاديه ولكن حتى هي بحال كورونا خطيره. فردوا البال، شربوا فيتامينات، حاولوا ما امكن تبعدوا من الدوايات وما امكن تعتمدوا على داكشي ديال الطبيعي بحال سكينجبير والحامض والثومه والقرنفل، كنشدو وكنخوي عليهم الماء، هما اللي كنشربوا هاد الايامات كامله. الشيح كنبخروا به، ما قدرتوش تشعلوا الشمر ديروه غير في مقله وشعلوا عليه البوطه استنشقوه. ما عرفتش صوتي يوصلكم واش كتسمعوني ما تسمعونيش، المهم ما عليكم بحالتي الكاريتيه. عنتو راني جالسه وظهري ما قادش ديك اللي صافي مكوانسي انا، قالت لي اختي ديك البروده ديال الدوش حيت انا كندوش في الدار راكم عارفين مع البرد. بنت البارح فاش شربت داكشي في البلاصه رجعت الفراشي تخشيت وانا نعرق في البلاصه، عرفتي عرقت في البلاصه حسيت براسي صافي وليت بخير الحمد لله، راسي فاتني من الصداع. اليوم صبحت ظهري اللي ما كوانسي، صبحت بخير، انما دابا ملي كتفورسي على راسك كيصبح ظهرك. وهذا اللي بغينا نوصل اي واحد عنده شي اعراض ديال كورونا، عندك اعراض ديال لاغريب او اللي بغات تكون عطي الراحه لراسك، راه ديك لي فوغ اللي كدير غير شويه كيعاود عاوتاني بحال كتشوت من تعاود من الاول. لا غريب ولا اي حاجه كتبغي تشد الفراش تبقى جالس مرتاح، ماشي تبقى مخشي مغمغم، داك راه كيزيد عليك عاوتاني الحامل الا ما تبقى جالس مرتاح. ماما نشارك معكم وصفه ديال اللفت وداكشي راه صورتها، واخا ما صورتهاش لكم دايره ولكن غنحاول نشرح لكم فيها. ولا بقى لي الوقت ودرت واحد السحلب في الليل بحب برشاد وزعفران فكنت شاركته معكم شحال هادي، الا درتو في الليل وبقى لي الوقت نشارك معكم في هذا الفيديو وهذاك ما شاركتوش معكم راه غينزل بوحديتو، حيت جوبونس هذاك خاصك تشربي حتى تبغي تنعسي. انا غلا خليتو تنبغي نعس ما غاديش ينزل لكم، نزلوا لكم وقيله. المهم انا غنشوف غنحاول، الا درتو هذاك ما درتوش تلقاو بوحديتو غينزل، اما شورتس طويل فيديو طويل اما ب عرفتو البارح البنات ترمون ديك تبوليش عرفتو داك الجو اللي عندنا اليوم الصح ديك الحراره وديك الضبابه اللي تتكون في الليل وفي الصباح كتصبح كتجيب لك وحيه السمراء كيقولوا لها ما تشوف. وقيلا خرجت انا عند كليباتي لبستهم تريكوات وبقيت كنلعب معهم واحد شويه ودخلت قلتها لهم قلت لهم عرفتو واحد البرد كاين، عرفتي قلت لهم داك البرد اللي كاين ماشي برد هو ديك الضبابه، قلت لهم ديك الضبابه كتحسوا بها ببرد بحال شي ما كيتخوى عليكم. واش بونسو واش هذاك هو اللي لعقت انا بيا ولا الماما فيها لاغريب عائلتنا كاملين؟ ولا كنقول لها صافي بقى بابا نعادي وتا هو. جات اليوم اختي قالت لنا طاي من لونطريمون قالت لنا ما قدتش ندريني، قالت لنا اعراض ديال انها كتكون لاغريب ولا كورونا كتخليك متحطحه مدهدها وصافي. نتمنى البنات تردوا بالكم، البنات ردوا بالكم، خرجوا دارينكم مامات، راه القضيه صعيبه. المشكله هذا الفيروس الجديد هذا ديال كورونا كينتشر بسرعه خياليه، هو اسف غير خفيف ما كتحسيش به، كيجيك بحال الاعراض ديالو بحال اختفى الجهه. امريكا كتقول لنا الحمد لله حيت المناعه ديالتها هي مزيانه واخا هي عندها فقر الدم، انما الحمد لله كنهضروا معاها بخير، غير هو الايامات الاولى كيطحطحك ديك لا غريب اللي كتطحطحك اعراض ديال لا غريب، انما ماشي ديك كورونا خايبه. فردوا البال كما قلت لكم هذا الفيروس جديد هو اعراضه خفيفه ما كتطحطحكش ما كتقتلكش زعما بحال كورونا الله يستر الاخرى، يعني ماشي على حسب كل واحد والمناعه ديالو، انما كينتشر بسرعه دغيا كينتشر هذاك. الوغ فردوا بالكم ردوا بالكم وصافي تهلاو لي فراسكم. ما عرفتش امتى غنعاود نتصور، والله البارح كنت ناويه زعما قلت غنفيق نصور فيديو ما كانش فيا ما كنتش ناويه غادي نفيق عيانه ساعه فقت ما قديتش تنهز التليفون، قلت سعدات تقول لي كيكونوا مراض ولا عندهم مآسي وهز التليفون كتلقى باش قلت سعداتهم كيفاش كتكون عند الخاطر تهز التليفون وتبرك تصور وتهنئ في الكلينيك انا واقع ليها انا سعداتكم
حتى انا البارح والله ما قديت عاد تكت غنهز منتي وانا متكي غنهز نصور معاكم ونقول لكم راه اش كاين واش كاين ما قديتش كذب عليكم والله ما قديت حتى دابا هذا الضو هذا كيضرني في عيني. يلا تهلاو لي فراسكم نشوفكم في فيديوهات جايه كنت ناويه نبدا معكم سنه جديده زعما نعطيكم شي داكشي يكون زوين صدقنا بادينها كلشي كيبان لي باديها بالامر هذا الله يستر. يلا المهم ستي بوزيتيف دائما كنقول لكم خليكم ايجابيين دائما تهلاو لي فراسكم ما تنساوش ديروا لي لايك و شكون اللي كيعاني من هاد لاكريف يكتب علينا شنو دار شنو شرب شنو خدا بعدو على الدوايات ماكسيموم كنصحكم الا اضطريتو خذوا شي حاجه اللي بحال باراستامول بحال بانادول بحال دولي برانش حاجه اللي ديال الراس وهكا اما الدوايات وداكشي راه ما عنده باش يفيدكم خليكم على داكشي القرنفل حبرشاد سكينجبير اي حاجه طبيعيه كتبقى احسن من الدوايات فردوا البال وصافي تهلاو لي فراسكم باي باي كونوا هكا شربوا سوائل بزاف. شوفوا انا هادشي كامل وكان هذاك الماء اللي صيبت فيه سكينجبير وقرنفل وثومه وحامض وخويتي على المكتب ما حيتوش ما حدا يبقى تشربوا شربوا شربوا باش ديغاجيو دوك السموم وداك الشيء يخرج وصافي تهلاو في راسكم باي. البنات هنايا بالنسبه للوصفه كتاخذوا داك اللفت الموف اللي كيكون فيه اللون موف حجري هذاك كتحكوه. انا شحال هذيك درتهم كاملين درت الاصفر والبيض والموف لكن تعقلت واحد الفيديو شحال هادي. المهم كتاخذوا البنات عرفتوا الصوت كنحاول نجهد باش تسمعوني كتاخذوه كتحكوه بغيتو تحكوه في الرقيقه بغيتو تحكوه كيف في الغليظه ماشي مشكله عندنا لانه هو من بعد غيبدا يطلق كلشي داكشي وغيبدا يولي خفيف حيت نتوما غتاكلوه بكلشي ليه. انا حكيت اللفت وزدت معاه حتى سكينجبير حكيته باش حتى سكينجبير راكم عارفين سكينجبير حتى هو مزيان كيقوي المناعه كيتوحيد لك هاد الفيروسات وحتى لا غريب وكلشي وصافي تحكوهم مزيان وديروا ليهم سنيده حتى تغطيهم بعد كتخليهم في ديك القرعه ديال الزاج اللي تكون معقمه وكتخليو تيطلق السيرو ديالو. وهنا صافي بعد ما كيطلق داك السيرو كتاخذوا في الليل معلقه وكتاكلوها بداك السكينجبير باللفت وبالسيرو يعني ما تاخذوش السيرو بوحدو خذوا معلقه من كل شيء وكلوها وتخشوا في فراشكم والله يجيب الشفاء للجميع وصافي. وشاركوا الفيديو باش تعمل فائده تستافد وصغتو هاد الوقت هادي كيفما قلت لكم الفيروسات منتشره بعدو الدوايات وخليوكم مع هادشي اللي طبيعي اكثر. يلا بسلامه البنات.